حياتنا الثقافية في العراق زاخرة دائما، وفيها ما لذ وطاب من ثمار الفنون والآداب، فتعالوا معنا لمتابعة بعض هذه الثمار. آثار بابل عنوان كبير ويعرفه العالم أجمع، وهو يمثل إرثاً حضارياً يخص العراق ويعطيه الكثير من الرمزية. أبواب استطلع آراء عدد من المثقفين حول واقع آثار بابل الذي يعاني من الإهمال. كان عندما يعني نسأل، عندما نسافر إلى أي ما دولة في العالم ويسأل أنت من أين، عندما تجيب أنك من العراق يقول مباشرة ذلك الأجنبي يقول أوه بابلون. لكن اليوم مع الأسف أعتقد أن الإهمال الذي أصاب مدينة بابل السياحية من الناحية السياحية والناحية الثقافية والناحية الفنية، أعتقد هذا الإهمال لسنوات طويلة، لسنوات يعني تحديدا أقول السنوات الأخيرة، ربما هذا الإهمال ربما أطاح بهذه السمعة التاريخية والآثارية لمدينة بابل التاريخية والسياحية والثقافية والفنية. ذلك أن الوعي القائم على إدارة مثل هكذا مدن سياحية يكاد اليوم معدوم مع الأسف، لأن صاحب القرار ليس ثمة شخص يكون هو صاحب يعني قرار واحد من شأن أن يكون هو الحسم لإدامة وتطوير وإعادة البنية التاريخية والفنية والثقافية لهذه المدينة. أعتقد إذا افتقد الوعي المؤسساتي حتما من شأن هذا الجهل أن ينتج مخلفات أخرى وينتج يعني ثمة قرارات لا علاقة لها لا بالتاريخ ولا بالسياحة ولا بالفن ولا بالثقافة. اليوم بابل تعاني كمدينة سياحية من آثار الجهل الإهمال. ثمة وعي عالي، اليوم نحن يعني بحاجة إلى ثمة قرار واعي على مستوى العلم والفن والثقافة ليعيد هذا المجد الذي افتقده العراق وافتقدته حتى سمعة العراق في الخارج. لاحظ انه الفنانين البابليون بداوا يحضرون كل يوم جمعه لغرض احياء امام بوابه عشتار. بوابه عشتار اصبحت رمز، كل الفنانين يتمنون ان يحيوا اصبوحه بابليه امام بوابه. نلاحظ كذلك معارض رسم، معارض تشكيليه، مسرح، كل بدا يدلو بدلوه من لغرض وضع بصمه في ادراج بابل على لائحه التراث العالمي.
كاميرا أبواب زارت المدينة التاريخية في بابل وسألت عددا من الزوار عن انطباعاتهم عن المدينة ومستواها ومستوى الرعاية الذي تحظى به. تحتاج السياحة في العراق بصورة عامة وفي مدينة بابل بصورة خاصة إلى الاهتمام الكثير، تحتاج أنه من الدولة أن تنفق عليها النفقات الكثيرة حتى تكون مركز جذب سياحي وحضاري بنفس الوقت. طبعا بابل تتمتع بالمكانة الحضارية وتتمتع أيضا بالمكانة الأثرية، ولكن بحاجة إلى الكثير حتى تكون مكان ترفيهي عالمي. طبعا هي آثار بابل آثار عالمية، نشوف أنه أكثر السائحين اللي يقصدون مدينة بابل هو طبعا ما يقصدها فقط من أهل الحلة من مدينة بابل، يقصدها أيضا بقية المحافظات من الجنوب أيضا من الوسط، فبحاجة إلى أنه دعم حكومي لهذه المدينة، بحاجة إلى أن تكون مركز جذب واستقطاب لكثير من السائحين بالوقت الحاضر. كنت أزورها عندما كانت متاحة دون قيود بعد أن استلمتها السلطة الطاغية أيام الدكتاتورية، إلا أنها بعد 2003 وبالتغيرات التي أحدثتها أيادي الطاغية تغيرت آثار بابل حتى أني نسيت أماكنها نهائيا. الحقيقة الناس العراقيين يبحثون عن المتعة، يبحثون عن الهواء النقي، فلم يجدوا إلا هذا المكان. وبما أن بابل هي أصلا مدينة خضراء يعني أعتقد هم ليسوا غريبين عن المدينة، إلا أننا كمحافظة من جنوب العراق ومن الصحراء أو ما نسميها البصرة نجد أنها متنفس كبير، يعني نكاد نحسد أهالي بابل على هذه المدينة. هذه الانتباهة لآثار بابل من قبل المثقفين والمهتمين تأتي متزامنة مع المطالبة العراقية بتضمين آثار بابل ضمن التراث العالمي الذي تعترف به منظمة اليونسكو. استقبلنا وفد خبير المياه الجوفية اللي تتعلق ببوابة عشتار، وهو هذا ايضا يساعدنا بخصوص دعم ملف بابل على لائحه التراث العالمي، بالاضافه للخبير اللي موجود حاليا تيري جراند خبير الفرنسي. الملف بابل ان شاء الله 15/9 من العام الحالي تكتمل الملاحظات النهائيه للملف، وان شاء الله بعد اكتمال الملف، وهي ان هناك عندنا موضوعين بخصوص الملف اللي هي السلامه والاصاله. الاصاله انه نبحث عن القيمه الاستثنائيه لمدينه بابل الاثر، هو يبحث ذاتها، هي مدينه بابل هي قيمه استثنائيه لكافه المدن الاثريه بالعالم، والاصاله اللي هي السلامة اللي تتميز اللي احنا نسعى لها انه بخصوص ما يتعلق بالتقاطعات اللي سواء كانت مع المحافظة او بعض الدوائر اللي موجودة. على سبيل المثال ما يخص المنتجع اللي انه اكو هناك الزام من صندوق النصب العالمي بخصوص تخصيص المنتجع باسم الهيئة العامة للآثار من اجل انسيابية وقبول الملف على لائحة التراث العالمي. بعد الفاصل أبواب يلتقي الممثل ياسر قاسم.
العرش المحطم، ولكن قبل أن أتوجه إلى الموت في سبيل المملكة، اسمحوا لي بتوديع زوجتي وأطفالي. اتفقنا على أن تكون زوجتك هذا الموضوع. أعتقد يا مهدي بأنه من حق المحكوم عليه بالإعدام أن يطلب طلباً أخيراً. أيوة إعدام يا هذا؟ أليست مهمتي أن أذهب إلى الحدود مثلاً؟ هذا فنان يعشق المسرح ويتعلق به وله معه حكاية طويلة. إنه ياسر قاسم الذي التقيناه وأنصتنا لمسيرته، فهيا بنا معه. مسؤوليتي لأفهم. ليس المطلوب منك أن تفهم، بل أن تنفذ الإرادة الملكية. ليس المطلوب منك أن تفهم، بل أن تنفذ الإرادة الملكية. ليس المطلوب منك أن تفهم، بل حاضر حاضر. نعم السمع والطاعة رغم أني لم أفهم الإرادة الملكية. ليس حاضر. أنت تعلم أن عروساً قد اختيرت لتكون ملكة هذه البلاد. عذراً يا مولاي لن أسمع. ما أشد حماقتك؟ إنه صادق أيها الوزير. الفنان ياسر قاسم، أهلا وسهلا بك ضيف أبواب لهذه الفقرة. دعنا في البداية نتحدث عن البدايات، كيف ومتى كانت؟ البداية كانت هو عندما دخلت كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية، تخصص إخراج مسرحي. تخصصي هو الإخراج، لكن الميول والحب إلى التمثيل كانت أكثر. فالبداية كانت بالتجارب الطلابية أثناء فترة الدراسة. بعد الدراسة نقدر نسميها فترة الاحتراف بهذا المجال، فكان الانضمام والدخول إلى ورشة فضاء التمرين المستمر اللي رأسها الدكتور الفنان هيثم عبد الرزاق. اشتغلنا عمل بعنوان مرض الشرق ديمقراطي، قدم على خشبة كلية الفنون الجميلة في قسم الفنون المسرحية، وأيضا قدم هذا العرض في مهرجان أربيل الدولي الدورة الأولى، وحزنا على جائزة أفضل عمل متكامل. بعدها يعني تعددت التجارب، ومن التجارب المهمة اللي يعني أنا بعدني بداية الطريق، لكن هذه التجارب أعتبرها مهمة بالنسبة لي. اسمك مو مهم، عمرك ما بقى منك، شغلك أتفاشل، تتمنى أموت. إذا كنت رقم أي رقم تحب تكون؟ واحد حتى ما تقسم مثل ما تقسم. وإذا كنت لون أي لون تحب تكون؟ لون أبيض بلون قلب أخوك الصغير. وإذا كنت حيوان أي حيوان تحب تكون؟ طير يطير بجناحه سريع مثل أختك. وإذا كنت مطر أي مطر تحب تكون؟ مطر أبيض يغسل قلبك ويشيل الحقد منك. وإذا كنت أرض أي أرض تحب تكون؟ صخرية قوية وفيها جبل شامخ مثل أمك. وإذا كنت إنسان أي إنسان تحب تكون؟ إنسان نقول صاحب موقف مثل أخوك الوسطاني. وإذا كنت شكل أي شكل؟ شكل الظالم لمن ينفذ. وإذا كنت مذلول؟ شكل مذلول لمن يموت. وإذا كنت ميت؟ هو أنا ميت من زمان. تتمنى أموت بعد؟ 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 ارتبطت تجربة ياسر قاسم مع المخرج علاء قحطان، وعمل معه مرات عديدة، وكانت أولها في مسرحية باسبورت. لكن ذلك لا يعني عدم الانفتاح على التجارب الأخرى، فالبدايات كانت كما قال لنا مع ورشة التمرين المستمر. من بعدها أيضا اشتركنا بعمل أيضا مع صديق الفنان علاء قحطان، عمل بعنوان ستربتيز. ستربتيز قدم لخمسة أيام متتالية على خشبة المسرح الوطني، وأيضا شارك في مهرجان قرطاج الدولي. بالمناسبة مهرجان قرطاج الدولي اللي يعني أنا سعيد وأفتخر أنه أنا ثلاث دورات متتالية أشارك بهذا المهرجان، في عرض باسبورت وستربتيز، وأيضا عرض روميو جولييت في بغداد. روميو جولييت في بغداد قدم على خشبة المسرح الفن الرابع في أيام مهرجان قرطاج المسرح. من خلال عملك في النشاط المدرسي كمشرف فني، هل قدمتم أعمالا هناك؟ نعم، النشاط المدرسي، أنا مشرف فني في النشاط المدرسي في قسم يعني في شعبة الفنون المسرحية. النشاط المدرسي هو يعني ممكن نعتبره أساس يعني هذا للمسرح، الطالب اللي هو محب لهذا الفن، فراح من خلال هذا يعني من خلال هذا المنفذ اللي هو من خلاله
ممكن يرتقي بهذه الموهبة ويطورها وأكيد يعني ينتج إنتاج للناس. فإحنا أيضا هنالك مهرجان خاص بالمشرفين يعني مشرفي النشاط المدرسي، فشاركتنا بعدة أعمال، شاركنا بعمل أكو مهرجان يقام من قبل وزارة التربية، شاركت بعملين إلى الآن. العمل الأول حصد أفضل عمل متكامل قدم على مسرح الفنون معهد الفنون الجميلة، ومؤخرا مهرجان أقيم في محافظة البصرة وحصدت أفضل ممثل ثانوي في المهرجان. سافر ياسر قاسم أكثر من مرة لعرض الأعمال التي شارك بها، وهناك رأى ما رأى من تفاعل الجمهور العربي مع المسرح العراقي. طبعا المسرح العراقي يمتلك تاريخ مشرف، فإحنا حقيقة لمسنا هذا الموضوع عندما نشاهد بقية العروض، نلاحظ أنه جمهور مثقف واعي أيضا، لكن الإقبال ليس يعني ليس الإقبال اللي نشاهده على عندما يكون هنالك عرض عراقي، عرض مسرح عراقي. يعني احنا بتونس احد العروض كان عرض باسبورت، كانت الدنيا تمطر ويعني الجو بارد جدا، فصراحة شفنا الإقبال ما كنا متوقعين، يعني إقبال عفوا يعني كثافة جدا، الجمهور خارج المسرح يعني بشكل منتظم قاطعين التذاكر، ونشوفهم هم متحملين هذه الأمطار وبرودة الجو حتى يدخلون ويشاهدون عرض عراقي. عرض روميو وجولييت أيضا في مسرح الفن الرابع يعني حقيقة صار موقف أنه الشارع اكتظ بالمواطنين، ما أدى إلى مدير المسرح بالسماح للدخول للجمهور يعني قبل بدء العرض، يعني قبل البدء يعني بالوقت المحدد سمح للجمهور بالدخول يعني خوفا على سلامتهم، ولأنه صار إقبال جدا كبير. يعني فالمسرح العراقي مثل ما ذكرت هو يعني تاريخ كبير ومشرف، فأكيد يعني بالتأكيد على سمعته خارج العراق. بالتأكيد والدليل أنه هو عندما يروح عرض نتابع احنا اليوم يعني في عصر التكنولوجيا والتطور والحرية ايضا، فنشوف الاصداء يعني ايجابية جدا، بالاضافة الى الجوائز اللي يحصدها العرض العراقي عندما يقدم يعني العرض خارج يعني خارج الوطن. وما هو جديد ياسر قاسم؟ يعني ان شاء الله هنالك تجربة جديدة ايضا مع الصديق علاء قحطان، هنالك عمل إلى الآن هو في يعني في مرحلة الكتابة. نعم هنالك عدة جلسات يعني اجتمعنا، فإن شاء الله مستقبلا راح نتفق وراح يتم توزيع الشخصيات ونباشر إن شاء الله. بعد الفاصل في فقرة سي بي نتعرف على سيرة الناقد باسم الأعسم وتقرير حول المكتبات الشخصية في الحلة.
الاسم باسم الأعسم، ناقد ثقافي. الولادة 1955، الديوانية. دكتورة في النقد والتأليف. شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات، له العديد من المؤلفات والكتب النقدية في المسرح والشعر. كيف كانت البدايات ولماذا اخترت هذا المجال؟ مذ كنت طالبا في المرحلة المتوسطة ومن ثم الإعدادية، بدأت من هناك، وكنت ولم أزل شغوفا بالقراءة والكتابة، فكنت أستثمر كل أوقاتي من أجل القراءة، فأنكب على قراءة الكتب وما متوفر لدي في مكتبتي العامرة بمزيد من العناوين الثقافية والأدبية والفنية. ومنذ ذلك الحين بدأت تتنامى لدي حاسة النقد، وحينما انتقلت إلى الفضاء الأوسع، الفضاء الأكاديمي، الفضاء المعرفي والجمالي، ألا وهو كلية الفنون الجميلة في بغداد، توسعت أمامي سبل المعرفة والجمال، فرحت أطرق أبواب الفن والمسرح والرسم والتشكيل وكل أشكال الآداب والفنون، ورحت أنهل من منابع المعرفة والثقافة والفن، فتعززت لدي القدرة على النقد، نقد الكتب والنصوص الأدبية، سواء كانت على صعيد النصوص المسرحية أو على صعيد القصة والرواية. وبالفعل كتبت بشكل مبكر وطرقت أبواب النشر، وكان لي أول مقال كتبته عن الروائي فيدرو دوستويفسكي، كتبت مقالا عنوانه ملامح البطل في رواية الجريمة والعقاب وأنا في الثالث أكاديمية الفنون الجميلة. ما هي أبرز الأعمال التي أنجزتها؟ أنجزت بفضل الله عدد من المؤلفات، وهي تقارب 9 كتب، منها كتاب الجميل والجليل في الدراما، وهو في أصله أطروحة الدكتوراه، وكتاب نقد النقد المسرحي، وهو في أصله رسالة ماجستير، وكتاب الثابت والمتحرك في الخطاب المسرحي، وكتاب مقاربات في الخطاب المسرحي، وكتاب نقد الخطاب المسرحي، وكتاب في الشعر والشعراء، وكتاب آخر أسميته نقد السرد، وسلطت فيه الأضواء على القصة والرواية، ولدي كتابان الآن هما قيد الطبع، أحدهما قراءات مسرحية، والكتاب الآخر الموسوم خطابات ثقافية قراءة في نصوص إبداعية. من هم أبرز المؤثرين فيك؟ أخي القاص والمترجم راسم الأعسم، فالذي كان له الفضل الكبير في توجيه مداركي وتوفير العديد من المصادر الثقافية والمعرفية، مذ كنت طفلا في المرحلة الابتدائية، فكان له الأثر الكبير والواضح في حياتي الثقافية. لو عاد بك الزمن إلى الوراء، هل كنت ستختار المجال الذي اخترته؟ لا يمكن أن أحيد عن المجال الذي اخترته لحياتي الثقافية، وهما الأدبي والفن. ما هو اختلاف جيلكم عن الأجيال التي سبقت؟ جيلنا قلق جدا، وقد أفرز أسماء مهمة الآن لها دورها الفاعل في المشهد الثقافي والمعرفي، إنه جيل الحروب وجيل الحصارات، ولذلك هذا الجيل أظن أنه لا يتكرر، لأنه طرح أساطين مهمة في ميدان الثقافة، ومنهم على سبيل المثال الفنان الكبير محمود أبو العباس، وأخي عاصم عبد الأمير ناقد وتشكيلي، وأسماء كثيرة حقيقة استطاعت أن تؤثر تأثيراً
إيجابيا مثل عبد الكريم عبود الناقد والمسرحي الكبير وأسماء أخرى حقيقة ربما لا تحضرني الآن. هل حققت ما كنت تحلم به؟ على الرغم مما قدمته في المجال الثقافي والمعرفي والجمالي، لكنني ما زلت أشعر بأنني أشبه بطالب المعرفة، فلم أحقق ما أصبو إليه بشكل نهائي، فلم تزل في ذهني العديد من الرؤى والأفكار والكتب التي سترى النور إن شاء الله في قابل الأيام. هل ندمت يوماً على قرار اتخذته؟ أبداً، أنا بطبيعتي أتمتع بفراسة جيدة، ولذلك أتأنى كثيراً في اتخاذ القرار، لا سيما في المجال الثقافي والاجتماعي، ولذلك تجدني أنتقي الصديق وأنتقي الحبيبة والزوجة وأنتقي الكتاب، ولذلك تجدني أتأنى كثيراً فلم أندم على قرار اتخذته فيما مضى من حياتي الثقافية والاجتماعية. للمكتبات الشخصية في حياتنا دور لا يمكن نكرانه، فهي العتبة الأولى لتكوين المثقفين، ومنها تبتدئ خطوة الألف ميل باتجاه هذا العالم الرحب. اليوم سنتوقف عند مكتبة الدكتور الناقد المسرحي محمد أبو خضير. يعني أجد أن المكتبة شأن شأن أي يعني ملمح أو علامة متعالية في الحياة، ولذلك لا أجد أن هنالك يعني فاصلة أو خط شروع لتحديد متى تكونت المكتبة. متى تكونت المكتبة بمعنى متى تكون الوعي، وبالتالي هذه العملية تحتاج ربما إلى حدوث كثيرة ومنظمة يعني من الأحاسيس ومن المرجعيات ومن يعني التقشير للذاكرة تماما. ولذلك من الصعوبة الآن يعني فرز تاريخ أو تواريخ ربما قراءة الكتاب الأول أو تأثير الكتاب الأول، لأنك الآن في هذه المرحلة، أنا أشبه ودائما ربما أكررها بأن القارئ هو عبارة عن سبيكة ربما انحلت فيها الكثير من المعادن الثانوية والمعادن البارقة والمعادن اللي ربما ذات تأثير سلبي أو يعني الخيمياء المختلفة في هكذا مكون. أكيد المكتبة كفضاء يعني مكاني أو طبيولوجية أعتقد بأنه هي جزء من مكون يعني الفضاء الإيجابي تماما. المكتبة فضاء إيجابي في كل تناحرات هذه الآلاف أو المليارات من الكلمات والأفكار والمكونات الأساسية، وبالتالي هي يعني دالة أنطولوجية على الحراك الحياتي، بمعنى أنه هذا الفضاء هو عبارة عن ورشة جدلية ديالكتية تتصارع فيها الأفكار، وأنت تتفرج على هذه المشاريع أو على تمسرح هذه الأفكار. الدكتور أبو خضير لا يرى ضرورة لأن تكون المكتبة الشخصية متخصصة بمجال ما، على العكس تماما، فهو يرى أن تكون المكتبة شاملة. أنا لا أميل إلى الاختصاص، يعني الآن سيما الآن يعني بعد ظهور الدراسات الثقافية وظهور الدراسات المابعدية، يعني هذه الدراسات تعرف كل نص على أنه ثقافي، أي أنك تقرأ رواية وتشاهد الجبل وربما تتناول الموضة، هذه يعني نصوص ثقافية لها مكونات، لها ناظم، لها منفعية، لها اتصال، لها إشهار، لها ربما غايتها، لها استراتيجيتها، لها صناعتها. فالكتاب شأن أي يعني سلعة أخرى موجودة في السوق الآن. عادة ما يعني تناسب الثقافة العراقية أو الثقافة العربية عندما وضعت أو نصبت المثقف والكتاب في درج عالي وفي منصب عالي على أنه هو المنظر، أنه هو ممكن أن ينظر إلى الواقع بعين الطائر، وبالتالي هو المشرع، وبالتالي منحته صفة النبوية. هذه الصفات ربما الآن يعني انتهت عندما نجد أن الثقافة الشعبية هي التي ممكن أن تقرأ
بمعنى أن الثقافة النخبوية انتهت الآن على ضوء ظهور الميديا يعني الميدياويات وعلى ضوء الفضاء الرقمي والإلكتروني الذي تساوى فيه الإنسان البسيط عندما يشهد أي حدث جلل أو أي حدث ممكن أن يشاهده الإنسان المثقف، وبالتالي بطل الكتاب على أن يكون هو الفيصل الثقافي. واعتقد الان على ضوء يعني الانفجار الاتصالي وظهور الانترنت والرقميات ربما تقلصت حجم تاثير المكتبه او ربما تاثير الكتاب كشكل فيزيقي. الان نجد بانه سعه المعلومه التي كانت وقفا على الكتاب اصبحت الان في ضوء ما سماه والتر بنجامين بالهاله، اي ان هاله الكتاب وهاله الفيلم وهاله اللوحه وهاله المسرحيه قد تساقطت الان، لاننا عبر الاستنساخ وعبر اليوتيوب وعبر يعني الاتصالات الان لم يعد هنالك حجر للكتاب او حجر للمسلسل او حجر لكل المسميات الاخرى القائمه. وبالتالي عندما نسمي مكتبه نسمي فضاء شخصانيا محضا، اي لم تعد المكتبه كما كانت في السبعينات عندما تربينا على الكلمه وعلى دور النشر وعلى ذوات وعلى صناعه ثقافيه وعلى مبادئ معينه قائمه. الان اعتقد العصف الكبير الذي احدثته الميدياويات أطاح بالمكتبة كونها هي حجم طبيولوجي ثقافي محصور بأمتار معينة قائمة برغم معرفيته. بعد الفصل اتحاد الأدباء يستذكر الروائي والقاص الراحل حسن مطلق. تكرس هذه الجلسة لإحياء ذكرى الروائي الشهيد حسن مطلق من خلال روايته دابادة ضمن محور الفانتاستيك في السردية العراقية. وبهذا نكون قد أحيينا المعطى بغياب المعطي. هكذا ابتدأ القاص محمد إسماعيل الندوة الاستذكارية المخصصة للروائي والقاص الراحل حسن مطلق الذي أعدم عام 1990 بعد اشتراكه بمؤامرة انقلابية للإطاحة بالنظام السابق. طبعا حسن مطلق كلكم تعرفون من مواليد 1961، روائي ورسام وشاعر، بكالوريوس تربية وعلم نفس تربية، حائز على جوائز كثيرة، وتعرفون أعدم شنقا مساء يوم 18 تموز 90. أما رواية دابادة طبعت عدة طبعات عن الدار العربية للموسوعات، و 88 أول طبعة 88 في بيروت عن الدار العربية للموسوعات، الطبعة الثانية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة، والطبعة الثالثة عن الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت 2006. له المدى مؤخرا طبعتها، اي صح. له ايضا رواية قوة الضحك في اور، وله اعمال قصصية اورا 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 يعني حضور الروح اللي هي مقابل الكاريزما حضور الشخصية. أعمال القصصية تركت سائبة، لكن أخوه محسن الرملي بعد استشهاده وزعها في بين مجموعتين هما الحب هو الركض على الحائط وأبجد حسن هوز. ولد حسن مطلق في قرية سديرة بقضاء الشرقات التابع لنينوى عام 1961،
ونشط في كتابة الشعر والقصة والرسم منذ نهاية السبعينيات، وأصدر عام 1988 روايته الشهيرة دبادة التي عقدت هذه الجلسة من أجلها، وتحدث فيها الناقدان علي حسن الفواز وعباس لطيف. رواية دبادة رواية إشكالية على مستوى القراءة الأولية، حيث تستفز لغتها القارئ من خلال بنائها الروائي ومن خلال لغتها، وأيضا من خلال حمولتها الرمزية. الجانب الآخر يتعلق بتأويل هذه الرواية، فالرواية حافلة بالرمزية والغموض وأيضا المضمون القاسي والبحث عن قوة عميقة، يعني قوة الإنسان وهو يواجه الموت ويواجه الزوال ويواجه الغياب. العلاقة ما بين اللغة التي اختبأ خلفها حسن مطلق، يعني رواية دبادة واحدة من العلامات المميزة في هذه الرواية هي هذه اللغة الصعبة، وكأن الروائي رغم انتمائه إلى جيل اشتغل على هذه اللغة، يعني جيل الثمانينات، يعني وارد بدر السالم وستار البيضاني وإسماعيل، يعني عديد من الروائيين العراقيين اشتغلوا على إسماعيل عيسى اشتغلوا على هذه لكن ظلت اللغة عند حسن مطلق وسيلة لتعمية ما تحمله هذه الرواية من قوة رمزية. فالعلاقة ما بين اللغة الصعبة والمضمون مضمون هذه الرواية هو المجال الذي تتحرك حوله القراءة الثانية الذي دائما يتحدث عنها أستاذنا فاضل ثامر، هي قراءة الناقد. يعني القراءة الأولى للرواية يعني مستفز القارئ بهذه اللغة الصعبة، القراءة الأولية التي تتعلق بالمتعة تتعلق بالكشف، لكن القراءة الثانية هي اللغة التي يعنى بها الناقد أو تخص الناقد، وهو ما نحاول أن نتحدث عنه في هذه الرواية. الفواز قال أن الرواية واقعية في جوهرها، لكن مطلق عمد إلى تفكيك الواقع وإرباك المتلقي أزائه، وكذلك عمد إلى رسم شخصيات يومية لكنها شخصيات مستلبة وتعيش قدرا مصنوعا من قبل قوة غامضة، أحداث متداخلة ومصاغة عبر بنية تعمل على أن هذه الأحداث وكأنها صممت لكي تخدم مسار الرواية أو تخدم مجرى الرواية. الزمان مركب على هذه الرواية على مستوى توظيف تيار الوعي وعلى مستوى توظيف الاستذكار الاسترجاع، أيضا المكان الذي تحدث عنه صديقنا محمد، منطقة الزيرة، والتي هي بالضبط تشبه وكأنها تشبه الرواية ماكاندو عند ماركيز. الحديث عن رواية دبادة من خلال شخصياتها المعروفة، شخصية البطل شاهين وشخصية الأم وشخصية العمار وعواد عفواً وشخصية المختار الحلاب وأيضاً شخصية المختار الآخر الذي اغتصبت منه السلطة. فكرة الصراع في هذه الرواية أو أن يبدأ من خلال ثيمة البحث عن الأب المفقود. البحث عن الأب المفقود يقودنا إلى البحث من المسؤول عن فقدان الأب. هل أن الأرنب المبقع هو الذي تسبب في فقدان الأب؟ الأرنب المبقع يمكن كتحليل نقدي يمكن أن يكون هو القوة السياسية الغامضة التي قادت إلى تغييب الأب. أيضا المختار الحلاب الذي اغتصب السلطة من الشيخ القديم
الشيخ الشعبوي عبد المجيد أيضا يمثل واحد من علامات هذه السلطة. أما عباس لطيف القاص والناقد فلم يبعد كثيرا عن ورقة الفواز، لكنه ناقش مصادر حسن مطلق الإسلوبية. من هنا ندخل إلى الرواية من خلال هذا المفتاح التأويلي أو هذا العنوان، أي هناك صرخة استغاثة أو صرخة احتجاجية أو صرخة رفض إزاء هذا الشاب البطل، خلينا نسميه الأبلة، الذي يجابه قوى كهكوية غامضة. حقيقة يعني حسن متأثر إلى حد ما بأجواء كافكا اللي الأبطال يساقون إلى مصائر مجهولة وبقوة ضاغطة مجهولة أيضا. يعني هو تأثيرات فوكنر وبورخيس وكافكا إلى وأيضا تأثيرات الرواية الفرنسية يعني إلى آخره، حاول أن يخلق في التوليفة روائية إذا عمل. وقد كان اسم الرواية بالبداية أعراس الكرة الأرضية، كان اسمها بالبداية شكل، لكن الروائي استبدله بهذا العنوان اللي فيه نوع من الغرائبية أو النوع من الإدهاش. عباس لطيف آثر التنبيه لفكرة تدمير الحدث والزمن وافتراض المكان كما فعل ماركيز وفونجر. ربما تذكرنا وهي تعاني القمع والتسلط والزمن، تذكرنا بقرية ماكاندو اللي هي الماركيز، والزمن مختزل بأربع ليال وثلاثة نهارات، زمن مختزل وكأننا إذا جيمس جويس في روايته المشهورة التي كان زمنها يوم واحد، والشخصيات تتحرك وفق لا يوليسيس يوم واحد كان لا جيمس جويس قلت والشخصيات تتحرك وفق ترسباتها السيكولوجية والأيديولوجية والطبقية، فالصراع يبدو حادا لا مجال فيه للمرونة أو المناورة، فكل الشخصيات تذهب إلى أهدافها بطريقة الإصرار دون ضعف أو مواربة، سواء كانت شخصيات إيجابية أم سلبية، فضلا على أن أغلب الشخصيات محطمة من الداخل بسبب سيكولوجية القمع الذي تعانيه القرية بأسرها تحت ضغط وسلوكيات ثالوث القمع المتمثل بسلطة المختار حلاب، الذي ونلاحظ رمزية الأسماء، حلاب هناك رمزية للاسم، حتى شاهين هناك رمزية يعني مفارقة هي عكس، يعني الأسماء كلها مرمزة، حتى هاجر الأم، حتى شعبان هناك تسميات دينية وتسميات، كان هناك دلالات يعني رمزية في الأسماء. فالمختار حلاب الذي اغتصب السلطة بعد قتله المختار السابق عبد المجيد، وأيضا عبد المجيد رمزي مجيد ويعني إجادة وإلى آخره، وسلطة الدين، يعني القرية كانت مقموعة تحت سلطة حلاب، سلطة سياسية وسلطة الدين المتمثلة بالطقوس القطيعية المتمثلة بشخصية مسعود الغارق في الغيبيات بينما تعاني زوجته عالية من الكبت الجنسي. فقرات برنامجنا انتهت لهذا اليوم، لكن الحياة الثقافية في العراق لن تنتهي. موعدنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.